علي صلي على محمد وعلى سادتنا علي وصحبه السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فلوق جديد، الفلوق ديال الحفل النسوي اللي كنت هضرت لكم عليه اخر مره. غنشارك معكم كل شيء، ولكن قبل قلت علاش لا نبارطاجي معكم هاد المقاطع. البنات اللي كتشوفوا دابا صورتهم لكم نهار قبل، كنت في لابوتيك ديال المحتجبات وقلت علاش لا نبارطاجي معكم لا نوفيل كوليكسيون، خصوصا انه دا كيبرد الحال، جات الشتي والله يعطي لنا على قد النفع يا ربي امين. وكما قلت لكم دخلت مونطويات جداد، مشيت ناخذ لراسي وقلت ضروري نصور لكم، حتى نتوما عارفه بزاف منكم كتبغيو حويجات محترمين تكون لاكاليتي ديالهم زوينه ويكونوا دارجين على الموضه، وخصوصا يكونوا فيهم مقاسات كبار. بيان سيو كاين عندها حتى المقاسات الصغار، ولكن كنركز لكم على المقاسات الكبار، هما اللي كيكونوا قلال شويه ما كتلقاوهمش في اي بلاصه. لابوتيك ديال المحتجبات دائما كتوفر لنا كوليكسيونات غزالين كما قلت لكم بلوينات زوينين، وخصوصا كيكونوا حويجات محترمين. انا دائما كنشري عندها وكي تنقولوا صبن ورد حويجات تبارك الله عليها، كتجيب الجوده راني وانا كنتقدى عندها، وما شاء الله كاع داكشي اللي كناخذ راضيه عليه 100%. وكتلقاوني كل مره كتجيب لي جيت كنمشي عندها. بالنسبه لهاد المونطويات كيحمقوا، كاين فيهم الزيتي، فيهم هاد اللون، انا الزيتي هو اللي خديته، هذا حمقني يا البنات هاد اللون تا هو، قول لي الراي ديالكم فيه زوين بزاف. وكاين فيهم النواغ، انا عارفه بزاف ديال السيدات كيبغيو النواغ، ها هو النواغ ديالهم كما قلت لكم كيجيو كيحمقوا في اللبسه ديالهم طوال، تقدري تلبسيه مسدود كما تقدري تلبسيه مفتوح، فيه الجويبات ومبطن من الداخل، اهم شيء انه مبطن، واخا تلبسي غير شي حاجه خفيفه من التحت وديري عليك المونطو ما تعرفيش شي حاجه سميتها البرد مازال نهائيا. بحال هكا يكونوا عندك غير جوج ولا ثلاث المونطويات تبقي تبدلي بهم زعما هاد لا بيريود البرد كامله، واي حاجه بازيك من التحت تلبسيها راه زعما كتبقي تبدلي غير من التحت. وكاين هاد الموديل الاخر اللي كتشوفوا هذا حتى هو غزال، شوفوا البنات هذا الموديل الاخر حتى هو شحال زوين وطويل، حتى هو كيجي طويل، شوفوا راه فايت الركبه لتحت وسخون حتى هو البنات من الداخل، الكمام ديالو راه ديال الثوب. المهم انا كنحاول نقرب لكم التفاصيل هذوك التفاصيل الصغار باش هكا تعرفوا كل حاجه كيفاش دايره، خصوصا الناس اللي ما تقدرش زعما تمشي حتى لابوتيك، عارفه كاينين الناس من مدن وحدين اخرين كيبغيو زعما انهم يصيفطوهم لي زارتيكل، كنحاول نشرح لكم مزيان مزيان. هذا الموديل هذا اللي ولدكم في النواغ ها هو في الكري، شوفوا كيفاش كيجي حتى بالجويبات، المهم كيجي راقي وزوين، انا عجبوني صراحه على راسي. تا هذا الموديل تا هو كيجي كيحمق في اللبسه ديالو، الكميمات راه ديال الثوب كما قلت لكم. دابا غندوز معكم، بعدا غنخلي لكم النمره ديال المحتجبات في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى لاباج انستغرام، دخلوا البنات راه كل سيمانه كتجيب الجديد، دخلوا باش يبقاو يطلعوا لكم لي ستوري ديالها. المهم دابا من بعد غادي نشارك معكم هذا النهار الحفل النسوي كما قلت لكم، شنو درنا، كيفاش توجهت، شنو لبست، وكل شيء ان شاء الله بلي ديتاي. هنا اول حاجه كنشاركها معكم هما لي زاكسسوار اللي غنلبس اليوم البنات. خديت لي زاكسسوار من عند النقاف الحاج الحسن تبارك الله عليه ما شاء الله. ملي تنقولوا النقاف الحاج الحسن عنده تبارك الله مكانه كبيره في مدينه اكادير، ولا تبارك الله الاغلبيه ولا كيعرفوه ماشي غير في اكادير، ما شاء الله واحد الانسان اللي السمعه ديالو غزاله، واللي تبارك الله عليه دائما الجديد، واللي كيطلعوا العريسات كيخرجوا بعدا من عنده فرحانات، حيت دائما كتلقاو داكشي اللي غتبغيو عنده، وتيبقى هو الطوب عندنا في اكادير حنايا. تبارك الله عليه ما شاء الله، تحيه كبيره ليه، تحيه كبيره للمدام ديالو ما شاء الله عليهم. كما قلت لكم هما عند من خديت لي زاكسسوار اللي غنلبس هذا النهار. وخلاص اللبسه من عند المتالقه فاطمه الزهراء نبيلي اوت كوتيغ، دابا تشوفوها البنات ملي غنلبسها كتجي، خديت هذا القفيطان هذا الخضر الملكي كيجي كيحمق في اللبسه كما قلت لكم. فاش غادي نلبس ان شاء الله القفيطين غتشوفوه كيفاش غيجي في اللبسه ديالو. وجيت مباشرة لعند أسامة برادة الميك اب اختيست المتألق المعروف عندنا في أكادير ما شاء الله عليه، ولي تبارك الله حتى هو السمعة ديالو سابقة. بالنسبة لأسامة البنات كيقاد العريسات، غتشوفوا الميك اب ديال هاد النهار، تشوفوا المشيطة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليه، إنسان مبدع بمعنى الكلمة زيادة، لأنه الماكياج باش كيخدم لكم ماكياج ذو جودة عالية، لي مارك اليوم معروفين، ما تخافيش لا على البشرة ديالك لا على حتى شي حاجة، والأهم من هادشي كامل كتخرجي من عنده وأنت فرحانة وأنت مقتنعة بخدمته. كتعرفوا ني وراكم متبعيني من شحال هادي فاش كيكونوا المناسبات قليل فين غتلقاو مشيت عند شي ميكاب أختيست، يعني دائما كنقاد غير راسي علاش، حيت
خصوصا تكون كتوقع لكم حتى نتوما. يعني الناس اللي مالفه كتماكل راسها قليل شي واحد اللي يقنعك بالخدمه ديالو، فهمتوني؟ ولكن تبارك الله اسامه انا دائما كتعجبني خدمته، العراسات كيخرجهم كيحمقوا بهذا المعنى، كيحمقوا كيطلعوا تبارك الله اميرات في العرس ديالهم. داكشي علاش الا كنتو باغيين ميكاب ارتست على حقو طريقو لي ديالكم ماكياج زوين، واللي اهم من هادشي كامل الانسان في المستوى. والله يعمر هضر البنات، حيت هاد السيد انا كنعرفو مزيان وكنعرفو شحال هادي مده طويله. انسان غزال الله يعمرها دار، راقي في التعامل ديالو وزياده على خدمته بروفيسيونيل كنقولها وكنعاودها، الاثمنه ديالو جد مناسبه، يقدر يخدم لكم هنا يعني الناس ديال اكادير كما يقدر يخدم لكم في مدن وحدين اخرين. المهم اللي بغيت نقول لكم هو انه انسان رائع وتبارك الله اللي كتوجد العرسه بعدا مبروك لها مسبقا. ولا بغيتي طلعي غزاله وطلعي كتحمقي في عرسك، ننصحك انك تجيبي المبدع اسامه براده، راه خدمته زوينه بزاف. دابا نخلي لكم حتى هو نمرتو وغتشوفوا لوك فينال، غتشوفوا الميكاب كيفاش غادي يطلع. عجبني انا بزاف بزاف، الالوان متناسقه، جا داكشي المهم كيحمق ما شاء الله. والصراحه اللي شافني في من الناس اللي كانوا حاضرين في الحفله فشافوا الميكاب ديالي كلهم عجبهم، المشيطه حتى هي زعما تبارك الله عليه ما شاء الله، تحيه كبيره ليه من هنا. شوفوا بالنسبه للوك فينال تبارك الله عليك خويا اسامه، الله يخليك ما شاء الله الابداع. والله انا دائما تنقولها قدامكم وراك تتبقى نمبر 1 عندنا في اكادير. الله يكبر بك، دمتك كتهضر عليك ما شاء الله. المهم انا حمقت على المكياج، وماشي اي واحد كيقنعني صراحه بالمكياج ديالو تبارك الله، راه القالب غالب لا لا ما شاء الله يقوب المتخيلات زوينه ما شاء الله، تما كيعاونوا في المكياج. الله يكبر بك، شكرا بزاف ما شاء الله عليك، الله يحفظك. المهم البنات شوفوا اي وحده فيكم كتوجد لعرسها عروسه وبغات تطلع كتحمق وتطلع يا سلام، بلا ما عاودتش لكم على التعاون تبارك الله ديال اسامه، شحال غزال وشحال ظريف ولد الناس وخدمته بروفيسيونيل. والله ماشي هذا الهضره تنقولها غير قدامك اسامه، راك عزيز وغالي والله العظيم في مقام خويا لهلا يخطيك. كما قلت لكم البنات اي وحده فيكم بغات تطلع غزاله في عرسها نصحب اسامه براده، والناس وحدين اخرين تقدر ديبلاصا عندهم اسامه اكيد في جميع المدن. ايوا دونك وكنخدموا مع كل شيء، مع اللي عنده اللي ما عندوش. بعدا هذه نقطه مهمه بغيت نقولها، شوفوا قسما بالله لي بري ديالو تري ريزونابل وما توحلوش معاه، وتبارك الله عليه ولد الناس كما قلت لكم. شوفوا ولد الخير ما عمرنا كنوحلوا معاه والله العظيم. تبارك الله عليك ما شاء الله، لا اختك اسامه شكرا بزاف، الله يكبر بك. دابا يلاه جيت للدار لبست عليا، غادي نشارك معكم بالنسبه للقفتين، ما غيبانش لكم دابا هكا، خصي وحده في الماتش ديالي ولا نكون هكا اونفاس مع المرايه ونشاركوا معكم مزيان. بالنسبه للميكاب هنا باين مزيان مع الاضاءه، اونفاس مع الشرجم كيبان مزيان. بصراحه المكياج ما عندي ما نقول عجبني، وحتى المشيطه ما شاء الله كتحمق كتجي غزاله. قلت لكم شوف على حسب الشهوه ديالكم، انا صراحه اللي زعما قلت لي ديري شي مشيطه اللي تكون هكا مجموعه من القدام ومطلوقه من اللور. المهم اسامه تبارك الله عليه ما شاء الله ما عندي ما نقول، خدمته كتحمق، خدمته كتهضر عليه اصلا. ايوا صافي هذا ما كان لي زاكسيسوار من عند الحاج الحسن، راني بارطاجيتهم معكم. ايوا صافي وخديت السويك ديالي هذا خديته من الدو، ودابا غادي نمشيو نحاول ان شاء الله انني نبارطاجي معكم الاجواء ديال الحفل كيفاش غادي يدوز. المهم علاش قدرت، حيت اكيد ما يمكنش نخرج شد معايا الناس وكلشي، نبارطاجي معكم علاش قدرت ان شاء الله ونشارك معكم الاجواء ديال الحفله، واخا ما كرهتكمش كاملين البنات كلكم كلكم تكونوا معنا في هذا النهار، نضحكوا مجموعين نفوجوا مجموعين، ولكن نحاول انا نقربكم من الاجواء ديال الحفله كي غادي يدوز ان شاء الله. المهم نصور لكم هنايا البنات بالنسبه القفيطين تشوفوه مزيان، درت عليه هاد السلهام حتى هو نيت خديتو عند فاطمة الزهرة بحال هكا، شوفو الديتاي اللي فيه شحال غزال. بالنسبة لهاد السلهام ديال المبرون نورمالمون كيمشي مع القفطان ديالو، بالحق القفيطين ديالو قصير مقدرتش نلبسو معاه، غنوريكم شوفو القفطان شحال كيجي غزال في هاد الفيغ رويال بحال هكا.
تروس حتى لتحت، وفيه طريزه في الظهر من اللور كيجي كيحمق. حنا يلا خرجنا، ها هي فوزيه، وانت تور حتى نوريكم زعما اللبسات ديالهم كلها كما قلت لكم خدينا عند فاطمه الزهراء نبي لي اوت كوتيو، ان شاء الله عندنا لبسات غزالين. ها هي فاطمه خويا غزلان، الله يلينا اختي طلي تواضعي معنا، اختي تواضعي معنا شويه. ايوا اليوم يا البنات ما كاين غير النشاط. دابا غندوز معكم الفقره اللي كنحماقوا عليها كاملين، اللي هي ديفيلي ديال فاطمه الزهراء نابيلي اوت كوتور، اللي كنظن وليتو كاملين كتعرفوها. شوفوا لي ما شاء الله الابداع في التصاميم كي داير، لي كولور، الميلونج ديال اللوانات باش كتخدم. غادي نوريكم تكيشطات، غادي نوريكم حتى جليبات، كاينين كاينه نوفيل كوليكسيون البنات ديال البرد في جليبات، غتشوفوها من بعد تبارك الله عليها ما شاء الله. ما عندي ما نقول، موديل كاين السيف الاخر وانا متاكد كده غيعجبكم الموديلات. هاد التكشيطه انا حماقيت عليها حيت بصح كتبان راقيه وشي حاجه ديال الموشان. المهم غادي نخلي لكم ان شاء الله حتى النمره ديال فاطمه الزهراء البنات، الا كان عجبكم شي موديل هادو كاملين اللي غتشوفوا راهم ديال البيع، سواء التكشيطات سواء جلالب كلهم ديال البيع، وبيان سور حتى هي راه كدير خدمه توصيل لاي مدينه.
ديالو هو الصانع المغربي الاصلي، وهذا اللي تشوف التشكيل ديالو في التشكيله ديالو دائما كيقدر تحت تصفيقه الكويت ماجيسما نبيل بوجود مع هذه الجمعيات عنده السن المهمة ما شاء الله على عريضة مدينة كبير بارك الله بن نبيل. Thank you.
وهنا وصلت وقت العشاء. غادي نسد معكم الفيديو هنايا البنات، نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، شكرا شكرا شكرا، وكلمه شكر قليله في حقكم. شكرا للناس اللي جاوا على قبلي اللي قالوا كلمه زوينه في حقي، كلامكم كيدخل القلب لهلا يخطيكم، حتى نتوما راكم عزازات وغاليات. الحمد لله دوزنا وقيته زوينه مع بعضياتنا، لهلا يخطيكم البنات. نقول لكم تهلاو فراسكم، حاولت انا نصور لكم شويه، ما قدرتش اكيد نصور لكم العشيه كامله، صورت لكم لقطات، تمنيتكم كاملين تكونوا تحضروا معنا، وان شاء الله نعاودوها مرة أخرى علاش لا. نقول لكم تهلاو فراسكم، شكرا بزاف، وإن شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو آخر.